لازم ابطل احاول ارضي كل الناس واتعلم اقول لا مش هقدر اعمل ده، او ما عنديش طاقه اعمل ده، او ما عنديش وقت اعمل ده، او ماليش نفس اعمل ده. عشان يمكن انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش اقول لا، وبيطلب مني حاجات كتير، ودايما بعمل كل حاجه لكل الناس، فانا اللي باستهلك في النص. بحس انه الستات عليهم عبء اكبر في البيت بشكل عام، سواء بيشتغلوا او مش بيشتغلوا، ان هما لازم يركزوا في كل التفاصيل. الستات محتاجين يبقى عندهم راحه البال دي اللي بتبقى عند الراجل، ان هو يقعد على الكنبه وما يفكرش في حاجه. انا مش بقلل من المسؤوليات خالص، بحس ان الرجاله كده حتى لو عنده اقساط وعنده مليون مسؤوليه، هو عنده القدره ان هو يروح يقعد كده على الكنبه مع اصحابه يتفرج على فيلم وما يفكرش في حاجه.